هل يجوز للفتاة أن ترفض من يتقدم لها خاطبا لمجرد أنه لا يتمتع بالصفات التي تحبها إذ أنه ليس الشخص الذي تحلم به؟ الواجب إذا كان هذا الخاطب تتوفر فيه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي قوله إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه أو أمانته فزوجوه فإنه لا يجوز لها رفضه بما في ذلك من تفويت الفرصة على نفسها. أما إذا كان هذا الرجل يلاحظ عليه نقص في دينه أو في أخلاق خلقه وعشرته للمرأة وأنها لا تستطيع العيش معه لسوء خلقه أو لسوء دينه فلها العذر في رفضه. نعم.